اهلا وسهلا احبتي، محبكم ابو طارق. اليوم راح نشوف بعض الاسئله في اعواد الثقاب. المطلوب منا ان نحرك عود ثقاب واحد لجعل المعادله صحيحه. راح ناخذ حوالي تقريبا 6 اسئله او 5 اسئله، وراح نخلي لكل سؤال تقريبا في حدود 15 ثانيه. فخلونا نبتدي مع السؤال الاول، ونريد نشوف بعد ذلك كم تقريبا جاوبت من هذه الاسئله. راح نشوف السؤال ونخلي 15 ثانية لكل سؤال. راح نبتدي بالسؤال الأول. السؤال الأول يقول 1 + 3 = 6. إذا عندنا 15 ثانية نفكر ونشوف. بعد 15 ثانية راح نشوف الإجابة إن شاء الله. إذن أحبتي نشوف الإجابة بالنسبة للسؤال الأول. طبعاً الإجابة 1 + 3 = 6. ما علينا إلا أن ننقل هذا العمود ونخليه هنا، وراح تصير المعادلة 1 + 5 = 6، وبكذا تكون الإجابة أو المعادلة صحيحة. خلونا الحين نشوف السؤال الثاني، وراح نعطي أيضاً 15 ثانية ونشوف بعد ذلك الإجابة. السؤال يكون 7 + 7 = 0. مطلوب منا نحرك عود ثقاب واحد ونخلي المعادلة صحيحة. يلا خلونا نفكر ونشوف الإجابة بعد 15 ثانية. إذا خلونا نشوف الإجابة. طبعا 7 + 7 = 14. فنحرك عود الثقاب هذا سؤال من هنا، راح تصير 1 + 7 = 8، وهذا هو الجواب. طبعا بامكاننا العمود هذا نحركه من هنا، او بنفس الطريقه ممكن نحركه من هنا، فراح تصير 1 + 7 = 8، وهذه اجابه السؤال الثاني. والحين خلونا نشوف السؤال الثالث، ويلا شدوا حيلكم على اساس تجاوب عليه. السؤال الثالث يقول 1 + 1 = 3. حرك عود ثقاب واحد ولتصبح المعادلة صحيحة، عندك 15 ثانية. وانتهى الوقت أحبتي، خلونا نشوف الإجابة. طبعا الإجابة مو صعبة، 1 + 1 أساسا بالمنطق 1 + 1 = 2، فما علينا الا ان ننقل هذا العمود بهذه الطريقه، وراح يصبح عندنا 1 + 1 = 2، وبكذا حلينا المعادله هذه.